نعم بقدر رد على كل واحد لحاله. يا إخوان، مين قالكم ما نزلنا لفلسطين؟ عم ننزل وبعدنا عم ننزل، والفكرة هي حتى نزلنا أو ما نزلنا، أنت لما بدك تجي تشتم أو بدك تجي تسمع كلام كتير بشع أو تدعي أو تزفر على عرض العالم، لك يا أخي أنت بترضى على حالك؟ أنت شو هن عملت هون؟ نصرت يعني الفلسطينية؟ أنت هيك أنت هون عديتهم، أنت هون عم بتضرهم، أنت اللي عم بتسوق، أنت اللي عم بتضر. يا اخي انت عارف شو في بقلوبنا؟ يا اخي شو نحن شايفنا صهاينه؟ في ناس عم تعلق لنا، في ناس عم تبعت لي بتقول لي انت صهيوني. لك يا زلمه روق على وضعك شوي، مش هيك الحياه؟ روق يعني شو صهيوني؟ مين هو صهيوني؟ ما في غيرك صهيوني. صلي على النبي شوي وفكر شوي مزبوط. نحن منحط ولا ما منحط؟ انت ما لك علينا خيي. ما بتعرف الواحد شو ظروفه، ما بتعرف كيف إذا بحق له يحط، ما بحق له يحط، كيف عايش، شو الأوضاع، كيف هو، شو عم بحس. فأنت ما إلك تجي تجبر الواحد. أنا عم بيجي أجبرك؟ ما عم بيجي أجبرك، بس إنه أنت تجي تتعرض لعرض العالم، هذا الشيء أنت شايفه صح يعني؟ يعني أنت هون صرت أصح مني؟ أنا مش عم حط يابا، أنت صرت أصح مني. في حالك أنت بس عليك الدعاء، أنت لا معك أسلحة ولا معك جيش ولا معك شيء، أنت عليك تدعي، أنت كمسلم عليك تدعي. هيدا هو اللي بقدم وبأخر، لا الفيديو اللي بده يحطه بقدم وبأخر ولا شيء. ياس الاحتلال الإسرائيلي عم بزيد كل يوم، بيعمل مجزرة أقوى من اللي قبله. شو إذا حطيت يعني حيوقف مجازر؟ لما تجي بدك تسب عرض العالم وتجي تتناقض، يا أخي ناقض بعقل، ناقض بفهم، ناقض بأسلوب شوي راقي. تعال يا أخي ناقشنا، بس مش تجي تحكي بهيك أسلوب. يا أخي نحن هيدي الصفحات، هيدي بالنهاية باب رزقنا. انت شو موقف شغلك؟ انت انسان موقف شغلك؟ شيء موقف محلك؟ مسكر محلك؟ لك الموجودين بغزة نفسهم محلاتهم مش مسكرينها، باب رزقهم مش مسكر. فهيدا باب رزقنا، نحن منتشارك معكم حياتنا وانتو عائلتنا التانية، وكتير منحبكم، وعن جد يعني نحن كتير بننبسط لما نقعد ننزل شيء وانتو تنبسطوا فيه. وان شاء الله في قصص كتير حنشاركها معكم، وقصص كتير نحن محضرين لها، وانتوا بس انتروا شوي وان شاء الله حتكونوا مبسوطين، ان شاء الله منتصرين، وباذن الله حينتصروا. انتوا ادعوا، عليكم تدعوا، والباقي كله على رب العالمين. بس ما تجي تناقض او تجي تسبسب او تجي تتعرض لعرض العالم، هذا الشيء ربنا ما بيرضاه ولا رسوله. ادعي لهم والله يا رب ينصرهم، هذا اللي عليك بس تعمله.